من جديد معكم في شباب سيدتي. طبعا الان في استضافتنا الفنيه تحديدا لانه ضيفنا صراحه حيمتعنا باذن الله في هذه الفقره وتعلم طبعا بنفسه العزف والغنى من يوم كان صغير ما شاء الله تبارك الله. ما حتكلم كثير عنه الان لكن تشرفنا وجودك اليوم. الشرف لي فنان احمد جوهري. الله يسلمك. حياك الله معنا. الله يحييكم. كيف امورك ان شاء الله؟ طيب مشاهدين حبيبي. اكيد طبعا بدايه يعني في عندنا كذا سؤال لما ناخذه بس طبعا. ما اعرف ناخذ اغنيه بعد اول سؤال. طيب اوكي. بدايه بس لانه ما شاء الله تبارك الله قليل اللي تعلموا هنا من هم صغار فدائما تلاقي يا انه ما يندعم او ما يكون مع احد. فكيف طلعت وكيف كملت؟ والله شوف الغنى انا تعلمته تقريبا انا عمري 14 سنه. فكانت الوالده الله يحفظها كان دائما تشغل اغاني للاستاذ عبد الحليم، ام كلثوم، اصاله. فكبرت وانا اسمع الاغاني هذه ما شاء الله. فعشان كذا الغنى مشي معي يعني بسيط كان واستمرت فيه. والعزف جاء تقريبا انا عمري 18 سنه. من كم سنه الحين؟ يعني انا الحين عمري 25 سنه. يعني رياضيات ما حاسب على الهواء طبعا. يعني ما يقارب 6-7 سنين تقريبا. جميل. تقريبا جميل جدا. طيب بدايه ايش حتسمعنا؟ خلينا نروح من عذابي. يلا من عذابي. من عذابي قلت لعيونك هلا يا هلا بك يا عذابي يا هلا. من عذابي قلت لعيونك هلا يا هلا بك يا عذابي يا هلا. ما يكفي لو عتيبك من غلاك رحت تبعد عن عيوني يا غلا. رحت تبعد عن عيوني يا غلا. ومن عذابي قلت لعيونك هلا. أنا من عذابي قلت لعيونك هلا هلا. مبتلى ما يسليني مكان ولا زمان. لا ولا غيرك حبيب لا ولا لا ولا غيرك حبيب لا ولا. ومن عذابي قلت لعيونك هلا. الله كالآخر ما شاء الله. الله يعافيك يا احمد. طيب ليش العود؟ العود طبعا الوالد كان له تاثير كبير في اني انا اختار الاله. الوالد يعزف، اخواني يعزف ما شاء الله تبارك الله. فكان عائله فنيه ما شاء الله. بالضبط بالضبط. وغير كذا العود انا حبيت العود يعني حسيت انه الفتره اللي انا كنت فيها في امريكا بدرس ثانويه تقريبا كان عمري 18 سنه. كانت اله العود يعني ما حد يعزفها فقلت خليني اتميز بين الناس وقتها. وقتها مشت معك ما شاء الله. ما شاء الله لقيت انه سبحان الله كسر. ما تعزف على آلة ثانية؟ الا اعزف على الجيتار واعزف على البيانو واعزف شوي على آلة الكمان. ما شاء الله. واللي يعرف عود ما شاء الله يمشي في باقي الآلات. العود بالضبط. لا ما اخذني حتى وقت. الجيتار تقريبا اخذني يوم يوم يومين عزفت وصرت اغني ما شاء الله. او ترى العود اصعب اكيد تفاصيلها أكيد. اكثر أيه. شوف اللي يعزف عود كتار بس اللي تقنوه اتوقع قليل يعني. خلينا نقول يعني لصق موهبتك اول شيء ما شاء الله انت نشأت في عائله فنيه. واحد اثنين يعني لما كنت في الخارج ابتعدت اعتقد انه لقيت دعم لقيت اي اكيد اكيد يعني شوف زي ما قلت لك في الخارج كان عندي مدرس افتكر اسباني حق الموسيقى. ايوه ما ترى ما كنت اعزف مره كويس بس سمعني عجبته الاله. أيه. شيء غريب بالنسبه لهم. هم ما عندهم الاله بالضبط. أيه. فسمعه وشجعني قام قدمني قدام المدرسين والطلبه فشجعت اني انا استمر. تكمل. أيه. بالضبط. خلاني دافع. طيب
في خلال المسيرة هذه كلها لقيت مشاكل معينة في فنية، خلينا نقول بشكل عام. أكيد يعني يجوك ناس ينتقدوك من مجرد الانتقاد طبعا. الانتقاد يعني أنا في لما كنت في بريطانيا ما كنت أروح جلسات كثير، فما أقدر أحسن من أدائي، فكان الشيء الوحيد اللي يطورني كان الانتقادات. ألا لما ننزل مقطع على فيسبوك فكان يجوني ناس ينتقدوني في الكومنتات. فعندك يا انتقاد بناء او انتقاد يحطمك. ايه طبعا. حسب انت كيف يعني تستقبل الانتقاد هذا. فالحمد لله انا كنت اخذها اطالع عليه عن طريقه ايجابيه. يعني احنا عندنا مشكله في ثقافه الانتقاد بشكل عام كمجتمع عربي يعني بشكل عام. تحطم الناس وبعدها. طيب خلينا ندخل على الاغنيه الثانيه. قلت لي في اغنيه مسرح نسمعها. خليك هنا. طيب يلا نسمع. خليك هنا خليك، ما بلاش تفارق، بتقول يومين وتغيب سنة، ما بلاش تفارق، خليك هنا خليك، ما بلاش تفارق، بتقول يومين وتغيب سنة، ما بلاش تفارق، خلتنا خاف لما بحس بخطوتك، واخدك بعيد عليك بخاف لما تقول كلمة وداع تاني من جديد، وخليك هنا خليك، ما بلاش تفارق، خايفة من بكرة واللي حيقرا لما تروح وتغيب سنة وتفوت هنا حبيب مجروح، ولا يا حبيبي لا ده الفراق، لا شوف كم سنة من عمري ضاعوا مننا، كم سنة كم سنة، لا 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 يا حبيبي لا ده الفراق، لا شوف كم سنة من عمرنا ضاعوا مننا، كم سنة كم سنة، حرام عليك حرام وحياة عينيك حرام، حرام عليك حرام وحياة عينيك حرام، حبيب مجروح، وخليك هنا خليك خليك هنا، حرام عليك يا أحمد أنت ما شاء الله عليك ما شاء الله تبارك الله. حكاية خلينا نقول الغنى المصري أو الفن المصري أخذ منك وقت؟ لا يعني اللهجة شوية تأخذ وقت مع ناس كثير. هو صحيح بس ممكن بسبب السفر فسهل علي أني أنا أتأقلم، التأقلم زاد عندي فسهل أني أنا ألقط لغات. ما شاء الله تبارك الله. ما قد فكرت تشارك في برامج؟ والله يشجعوني دائما أهلي. طيب. بس ما فكرت فيها بجدية يعني. أيوه. بتأخذها يعني بمزح بعض الأحيان. مستمتع أنت بال أنا ترى هاوي، ماني فنان يعني. أيوه. ماني غاوي إني أكون شيء يعني. بس قدامك ممكن يعني يكون أحد طموحك. ممكن ممكن بس حاليا ما هي واضحة قدامك إنك تكون فنان أو تطلع. طب أطار اللهجات أو اللغات بشكل عام، عرفنا إنه تغني تركي. صحيح. طيب نقدر نسمع شيء كذا؟ أبشر أبشر أبشر. هذه الأغنية لفنان شبه زي محمد عبده هنا عندنا. أيوه. الأستاذ محمد عبده. يعني أيقونة هناك في تركيا. صحيح. اسمه إبراهيم تتلس. معروف إبراهيم تتلس. أيوه. معروف. صحيح. شغل سيدن قل مزميد ميار سنين تشن هل مزميد ميار دنيا ترس أتمزميد ميار أرمم 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 سر من بردها يا الفرسان اللي الله تخمساقي أجم سابها أرمم
سفير سن بند ثاني شك أزل دم بند ثاني أرمد بند ثاني قالوا يقولون تركي انت تتكلم تركي اصلا ما شاء الله تبارك الله. احمد جوهري ما شاء الله تبارك الله يعني قليل اللي نلاقي ما شاء الله جامع كثير من اللهجات واللغات وبيغني بشكل جميل جدا. العهود جمعهم كلهم واحترافيتك ما شاء الله في سواء في العزف او حتى في الغناء. اتمنى لك التوفيق طبعا بسبب وقت البرنامج لكن ودي اقعد معك ممكن بعد البرنامج نقعد سوا معنا اكيد اكيد. يعطيك العافيه احمد جوهري اتمنى لك التوفيق دائما وابدا في حياتك وان شاء الله باذن الله تصير فنان باذن الله ان شاء الله من احد طموحاتك حبيبي. مشاهدينا طبعا فقرتنا الفنيه هنا انتهت لكن البرنامج لسه مستمر معكم شباب سيدتي بعد الفاصل الكثير من المعلومات خليكم معنا. في سيدتي شباب بعد الفاصل حب وجراح من سلطان الطرب محمد عبده.